حبايبي الحلوين، اهلا بيكم في فيديو اسئله جديد على منهج الدراسيه مهرجان الكرازه 2023. في الفيديو ده هناخد اسئله على الدرس الثالث القديس بانتينوس، ومعايا ميرول هتحل معايا الاسئله، وعايزه اسمعكم زي ما انا متعوده انكم انتوا دايما شاطرين. اول ما اقول السؤال اسمع اجابتكم على طول. يلا بينا نبدا. السؤال الاول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. رقم واحد، شارح كلمة الله هو القديس بانتينوس؟ صح. رقم اتنين، القديس بانتينوس اتولد بعد ميلاد الرب يسوع بأكثر من 200 سنة؟ غلط. برافو، لأنه اتولد بعد ميلاد بابا يسوع لكن بأكثر من 100 سنة مش 200 سنة. رقم 3، البابا في عهد القديس بانتينوس هو البابا ديمتريوس البطريرك رقم 13؟ غلط. برافو، لأنه هو البابا ديمتريوس البطريرك رقم 12، يبقى ده البطريرك رقم 12 مش 13. رقم 4، بشر القديس بانتينوس في الهند؟ صح. برافو. رقم 5، في الهند أثناء تبشير القديس بانتينوس وجد نسخة من إنجيل القديس متى الرسول؟ صح. برافو. رقم 6، كانت كل قراءات الكتاب المقدس في الكنيسة المصرية بتقرأ باللغة العبرية؟ غلط. غلط، لأنها كانت بتقرأ باللغة اليونانية. اللغة اليونانية. رقم 7، ترجم القديس بانتينوس الكتاب المقدس للغة القبطية اللي بيتكلم بيها شعب مصر؟ صح، لأنه في الأول كان مكتوب باللغة اليونانية، لكن كان في كتير من الشعب في مصر ما كانوش بيعرفوا يتكلموها أو يقروها، عشان كده القديس بانتينوس استخدم اللغة القبطية في ترجمة الكتاب المقدس. رقم 8، أصبح القديس بانتينوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية؟ صح. صح، تمام. ناخد نوع تاني من الأسئلة. السؤال التاني، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، اتولد القديس بانتينوس نقط ميلاد الرب يسوع. يا ترى اتولد بعد ميلاد الرب يسوع ولا قبل ميلاد الرب يسوع ولا اثناء ميلاد الرب يسوع؟ بعد ميلاد الرب يسوع. رقم 2، القديس بانتينوس وهو راجع من الهند بشر في نقط وبلاد تانية. يا ترى بشر في الجليل وبلاد تانية ولا في الحبشة وبلاد تانية ولا القدس وبلاد تانية؟ الحبشة وبلاد تانية. تمام، برافو عليك يا ميرولا، برافو على أصحاب الحلمين الشاطرين اللي بيجاوبوا معايا. رقم 3، ترجم القديس بانتينوس الكتاب المقدس من اللغة ايه للغة ايه؟ يا ترى من اللغة اليونانية للقبطية ولا القبطية لليونانية ولا من العبرية للقبطية؟ يونانية للقبطية. برافو. رقم 4، القديس بانتينوس شرح وفسر الكتاب المقدس كله، علشان كده الناس سموه مفسر كلمة الله ولا شارح كلمة الله ولا محلل كلمة الله؟ شارح كلمة الله. تمام. رقم 5، القديس بانتينوس ترجم الكتاب المقدس من أول سفر نقط لسفر الرؤية. يا ترى من أول سفر العدد ولا الخروج ولا التكوين؟ التكوين للرؤية. تمام. رقم 6، تتكون اللغة القبطية يا ترى من كم حرف يوناني؟ 25 حرف يوناني. ويا ترى كم من الحروف المصرية القديمة؟ 7 حروف. تمام، يبقى 25 حرف يوناني و7 حروف من اللغة المصرية القديمة. رقم 7، وآخر سؤال معايا، وصايا الرب نقط تفرح القلب. وصايا الرب كاملة تفرح القلب ولا مستقيمة ولا واضحة؟ مستقيمة.
تمام، برافو. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. طيب فاكرة يا ميرولا الشاهد بتاعها ايه؟ مزمور 19 آية 8. برافو عليك وبرافو عليكم يا شاطرين يا أمامير. شكرا ليكم وأشوفكم في فيديو جديد مع أسئلة جديدة على الدرس الرابع. باي باي.